السلام عليكم. ده برنامج اسمه بينت، فيه اكتر من 1000 فلتر بتحمله من الويندوز او تحمله ابل ماكنتوش او اندرويد او اي حاجه من الحاجات ديت، فبيجيب لك فلاتر كتيره كل يوم، بيديك بعض الحاجات فري وفي حاجات بتبقى فلوس بالشكل دوت. خلينا مثلا نختار حاجه زي كده، بيقول اختار صوره من جاليري او كاميرا او سوشيال نتورك. هبدا اشوف اي صوره كده احملها، وريكم مثلا الصورة ديت. فبيبدأ يطبق تأثير عليها، تقدر تزود الشفافية، تقدر تفتح الصورة، تقدر تزيد تباين الألوان وهكذا، تقدر تعمل التغيرات اللي انت عايزها على الستايل اللي انت عايزه. أو زي ما قلنا في مقارب من 1000 فلتر، وكل يوم بينزل فلاتر كده مجانية، وفي فلاتر لو انت عايز تدفع فلوس.